قرر مجلس النواب الليبي تأجيل جلساته المنعقدة في مدينة سرت إلى يوم غد، وذلك لبحث منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وكان رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة قد قال خلال كلمة أمام مجلس النواب اليوم إنه لم يضمن التشكيل الحكومية أسماء جدلية منعا لأي خلاف بين الفرقاء الليبيين، مؤكدا ضرورة أن تكون الحكومة توافقية وأن تحقق الوحدة الوطنية. جولي الأسماء اللي فيها مشاكل، طبعا نحن خاشين على الحكومة وخاشين على حكومة التوافق ووحدة وطنية، نبي نلتموا بالنط بأشخاص جدليين. معناه شنو هني؟ معناه مش ناوي اني الهدف نتاعي تخليت عليه، واعتقد هذا حصلنا او حاولنا ان نجتازه. هذا وكان على جدول أعمال اجتماعات مجلس النواب في سرت تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق الصادرة عنه في الإعلان الدستوري، وكذلك المصادقة على تشكيلة المجلس الرئاسي. أكثر من 130 نائبا التقوا ولأول مرة منذ ما يقارب العامين بعد انقسام حاد في السلطة التشريعية، سلطة تحاول اليوم تجاوز الخلافات لمنح الثقة لحكومة وحدة وطنية لا يرى نواب عائقا في تمريرها رغم بعض المآخذ والانتقادات. السادة النواب منهم من يرى حكومة مصغرة أفضل، منهم من يرى حكومة ضروري بالمحاصصة، منهم من يرى أن حكومة موسعة هي الصح. وبصفة عامة غدا عندما يأتي السيد رئيس الحكومة لتوضيح الأمور ستنال الثقة إن شاء الله الحكومة من قبل مجلس النواب. ثقة يجمع عليها النواب مع دعوات لإدراج مخرجات ملتقى الحوار السياسي في الإعلان الدستوري الذي سنه المجلس الانتقالي في العام 2011. قدم اليوم من 10 نواب إلى الرئاسة، والرئاسة الآن بطلب من أو بقرار من أعضاء مجلس النواب أحيل إلى اللجنة التشريعية لتضمينه في يعني قانونيا، لمعالجته قانونيا وعرضه على المجلس لاعتماده. اعتماد سيجعل من حوار تونس جنيف المسار الوحيد لإنهاء سنوات من التفاوض بين الفرقاء السياسيين للاتفاق على تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، ومنها الوصول إلى إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر نهاية العام الحالي. منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة رهين بطي الخلافات بين أعضاء مجلس النواب برأي المراقبين، خلافات لا تقف عند حد تشكيلتها وبرنامج عملها فحسب، بل تتعدى إلى تحديات تطالب بضرورة تضمين مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري لضمان تمريرها دون عراقيل قانونية ودستورية. عبد الناصر خالد، العربي، مدينة سرت. ويبقى معنا من سرت مراسلنا عبد الناصر خالد. عبد الناصر، كانت هناك معلومات أن مجلس النواب سيواصل مباحثاته الليلة أيضا، لماذا اتخذ قرار التأجيل إلى يوم غد؟ بالفعل ريما، هذا ما حصل. رئاسة مجلس النواب أعطت المزيد من الوقت للمزيد من المشاورات بين أعضاء البرلمان حول تشكيلة حكومة عبد الحميد دبيبة، وأيضا إعطاء المزيد من الوقت لدبيبة ليجري بعض التعديلات على حكومته وتقديمها بشكل أفضل. طبعا هذا ترضية للانتقادات وأيضا للتساؤلات التي كان النواب طرحوها خلال أكثر من 5 ساعات تم فيها مناقشة تشكيلة هذه الحكومة وبرنامج عملها خلال المدة المحددة لها، وهي 8 أشهر من الآن إلى نهاية العام، أي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لكن لا أحد يعتقد بأن ربما الساعات المقبلة ستكون هناك جلسة، الأكثرية تراهن على أن جلسة منح الثقة ستكون يوم غد على تمام الساعة 9 بتوقيت غرينتش. وقبل منح الثقة سيتجه النواب مباشرة أولا إلى التصويت على
مسألة إدراج مخرجات الحوار السياسي ضمن الإعلان الدستوري، وبالتالي إذا ما صحت هذه الانتقالة يعني تضمين هذه المخرجات وضمان أنها ستكون من في الإعلان الدستوري بشكل قانوني ودستوري، سينتقلون مباشرة إلى منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. لكن لا أحد يعلم هل فعلا ستمرر هذه الحكومة، لكن الغالبية من النواب حتى الذين خرجوا قبل ساعة من الآن من جلسة المناقشة قالوا بأنهم متفائلون جدا بجلسة يوم الغد وأنها ستمنح له الثقة وسيباشر عمله مباشرة. فقط أشير ريما إلى أن الخلافات كانت حول 8 حقائب تحديدا، لكن بعضها لم يحصل على 40 توقيعا، هذا ما اشترطته رئاسة البرلمان حين قالت إذا كانت هناك اعتراضات إذا نتجه إلى مسألة 40 توقيع على لكل حقيبة، لكن التي حصلت فعليا على 40 توقيعا من بين أعضاء مجلس النواب هي 3 حقائب، وفعلا أسقط من أسند لها في التشكيلات السابقة من أسماء الآن يجرى عليها التعديل، هي وزارة الخارجية، وزارة البحث التعليم والبحث العلمي، ووزارة الاقتصاد والتجارة. إذا نحن الآن أمام تشكيلة جديدة، ربما أيضا مسألة حتى إدماج بعض الحقائب الوزارية التي قام البيبة بفصلها وإعادة ترتيبها من جديد. سنشهد غدا تشكيلة جديدة، سنشهد أيضا غدا بداية للتصويت على تضمين المخرجات في الإعلان الدستوري، وثم الانتقال إلى منح الثقة بشكل كبير بنسبة 80% ربما ستمنح له. نعم عبد الناصر، كما ذكرت ربما الدبيبة يحاول أيضا الوصول إلى تشكيلة حكومة مصغرة كما كان يرغب. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات عبد الناصر خالد، كنت معنا من سبت.